بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العظيم. نتيجة المجازر الوحشية التي يرتكبها النظام الأسدي بحق أهلنا العزل من قتل وتنكيل واعتقالات للشيوخ والنساء والأطفال، نحن الضباط وصف الضباط والجنود التالي أسماءهم نعلن انشقاقنا عن هذا الجيش المجرم وانضمامنا إلى الجيش السوري الحر قيادة المجلس العسكري في مدينة حمص وريفها. العقيد الركن عبد الباسط إبراهيم سعد الدين من مرتبات الفرقة الأولى المدرعة. العقيد سامي محمد علي حدو من مرتبات فرقة 26 دفاع جوي. الرائد طلال عبد الله الجاسم من مرتبات فرقة 26 دفاع جوي. الرائد هيثم خالد العليوي من مرتبات لواء 61 مشاة. النقيب عبد الله محمد المدني من مرتبات كلية المشاة. الملازم أول محمد عبد الباسط سعد الدين من مرتبات الفرقة 14 الفوج 54 قوات خاصة. الملازم أحمد عبد الباسط سعد الدين من مرتبات كلية الشؤون الإدارية. الملازم قاسم هشام آدم من مرتبات كلية الدفاع الجوي. الملازم كمال أحمد الشيخ علي من مرتبات كلية الشؤون الإدارية. المساعد أول جهاد حسين المحمود من مرتبات شعبة المخابرات العامة. الرقيب ياسر عبد الرحمن لحلح من مرتبات إدارة المخابرات الجوية. الرقيب أحمد عبد الرحمن لحلح من مرتبات إدارة المخابرات الجوية. العريف إبراهيم خالد العليوي من مرتبات اللواء 61 مشاة. المجند دحام أحمد رمضان من مرتبات كتيبة الهندسة 372. الشرطي عمار نجيب اليوسف من مرتبات قوى الأمن الداخلي. العريف فراس عز الدين فرسان من مرتبات الفرقة 24 دفاع جوي. والله ولي التوفيق.